الخضراء. وهنا من الفوق هكا يلا زيد يلا دابا غنشد لكم كيفاش المدينه مقسومه في النص بهذا الواد والطبيعه هكا. شوفوا الخضوره هنايا، هنايا الكاسكانتيو هنا عندهم الجو غزال، الجو سخون ولكن داخل دابا الصيف، ولكن ما كاينش داك الشمس اللي تتحرق. دابا حنايا غادي للبريمارك، شوفوا البريمارك ديال بلباو شحال كبيره. ها هي عاودوا لي عليها، قالوا لي كبيره بزاف، فيها الطبقات بزاف. عندهم هنا لا سيركولاسيون بزاف، ها كبير هنايا بريمارك عندهم ياك. فين كاينه زهرة هنايا؟ زهرة واقيلا في هاد الشارع الى هبطنا معاك. هادو هنايا هاد الجاطيرات هنايا دايرين 19 اورو الركبة، مش كيديو الناس كيساريوهم في وسط هاد الريوح حتى للبحر. هاك دابا غنديكم لواحد المنظر زوين تاع واحد القط فيه الورد زويون. شوفوا هاد الديكور هذا تاع هاد البنات بحال مالطراطاداس. هادو شنو القصة ديالهم مكارم هكا مالطراطاداس وهكا زعما محنين ومعذبين؟ اسكلافو نو ديال العبودية والجواري بحال هكا نو. باينة فيهم بحال كانوا كيمالطراطيوهم. مساكن هادو اللي كانوا كيعاملوهم بهاد المعاملة مساكن. شوفوا المنظر، منظر واعر. شوفوا كي كتبان هذيك التحفه الفنيه ديال ارانيا. كاين عاوتاني هذا المنظر هنا ديال الماء، كاين هادي حتى هي غزاله. كيفاش مصايبين هاد الديكور واعر. علقي علقي باش نعرف فين كاينه. ضروري هذا السونتر ديال البيلباو، السونتر فيل يعني الكوراسون دي بيلباو، الموسيو دي بيلباو. الموسيو قلت لهم انا هذا المتحف. صور لي ما تبان هادي، صور صور. هنا قال لي كريم بان كاين داخل هذا المتحف كاع داك الشيء ديال المآثير ديال بيلباو التاريخيه، داك الشيء ديالهم هنايا. شوفوا هنايا كيرميو الفلوس. شو شحال ديال الفلوس هنا رامي المنيضه؟ نبغيو نبيعهم بعدا هنايا باقي شي فلوس. كاين فين يلقطها كريم؟ طيب الا شي شحال ديال المنيضه؟ تتبان لي البنات، شوفوا تتبان لكم. تيخرج واحد تيكون هنا الضروش شوفوا البنات على منظر هنايا كيبداو يطلقوا واحد الدخان من هنايا كيخرج. شوف هنا كترمي الفلوس، كتمني شي امنيه كترمي الفلوس. شوف الدخان كيفاش كيخرجوا هكا زوين، واحد المنظر. هذا المتحف هنا كيجيو التوريست بزاف. شوفوا شوفي شوفي شوف كيفاش كتولي كامل هذا الماء كيولي ضبابه. منظر رائع اكثر من رائع.
جميل. شوفوا البنات هنا، انا قربت لكم هنايا شحال ديال الدخان، وهنا الديكور. شوفوا شحال ديال الفلوس هنايا، كامله من هنا حتى لهي كلها منيضه ديال الفلوس. هنا كيرميو هذا المنظر، كاين حتى في الطاليان هكايا كيرميو ديك الفلوس، كيتمنوا شي امنيه وكيرميو الفلوس. بالليل قالوا لي كتكون غزال المنظر، هذا الدخان وكيشعل واحد الضوا لهيا، كيشعلوا بالضوا، وهذاك المناظر اللي هذوك البولات كيشعلوا بالضوء، كيبقى يعطي واحد المنظر جميل. شوف شحال ديال الدخان ولا. دابا انا غادي نديكم لهذاك القط اللي قلت لكم راه كيبان الفوق، خاصنا نطلعوا دوك الدروج. هدريس خويا هاد الكافي زوينه، جات هنا غزاله. خويا انا ما نطلعش هاد الدروج، ما كاين حتى شي حل، انا ما نطلعش هاد الدروج كاملين. وين انا غنطلعوا هاد الدروج؟ الله يا خويا مطلع لنا كاع الدروج، خلينا السنسور من هي طالع لنا كاع الدروج. رجا ما يكملهم ليا انا، ما عنديش مع الدروج. شحال ديال الدروج، او ماي جاد، او ماي جاد. شوفوا شحال ديال الدروج طلعت، سبقوني الدار، سبقوني خوتي، وانا مازال كنتقاتل مع الدروج. حنا قربنا لهذاك القط اللي قلت لكم. شوفوا راه منظر من هنا، اوه يا ربي، الله طالع المولى ابراهيم. الله يا اختي، الله يا اختي، يلاه خليت السنسور وطلع كنعذب راسي باش نجي نشوف القط. شوفي الناس كتطلع في السنسور من لهي، او يا اختي صحفت، هذا هو القط. شوفوا على منظر كيفاش، شوفوا كيفاش هذا القط كامل بالورد، مزروع فيه الالوان والاشكال ديال الورود. شوف غزال كيفاش كيبقى هذا الورد هكا، وكيفاش كيسقيوه ما فهمتش. معروف عندهم هذا القط هنايا. شوف كي داير منظر فيه واعر. شوفو كي داير من البعيد، كل ورود ورود طبيعية كيسقيوها وكل شيء. شوفو من البعيد، أنا بعدت لكم باش تشوفوا المنظر كي داير. والغريب انها ورود كلها طبيعيه وكيسقيوها قالوا لي، وكيراقبوها ويعتنيو بها يوميا. شوف جميل كيفاش داير الهم، كيفاش مزروعه، شوف المنظر رائع. كما قلت لكم قالوا لي هذا القط هنا معروف عندهم، من اغرب الاشياء التراثيه عندهم هنا في بيلباو، اللي هي معروفه وكيجيو لها التوريس بزاف كما كتشوفوا، السياح كيجيو يشوفوها كيستغربوا كيفاش هذاك القط بداك الورود الطبيعيه وكتسقى وكل شيء، وكيفاش مدير الاحمر بوحديته، الصفر بوحديته، البيض بوحدو. منظر جميل. المهم هنا غادي نختم معكم هذا الفيديو بهذا المنظر الجميل الرائع في القلب مدينه بيلباو، مدينه الطبيعه والورود والنقاء، مدينه جميله جدا. كنتمنى هذه الجوله تكون نالت الاعجاب ديالكم. سلام عليكم ان شاء الله، الى الفيديو القادم.